شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صباح اليوم الحفل الختامي لمؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، والذي عقد على مدى 3 أيام بحضور مشاركين من دول مجلس التعاون، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي عدد من المراكز العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين من داخل وخارج مملكة البحرين. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. يسعدني حضوركم اليوم، وبداية ودي أن أشيد بالقائمين على هذا المؤتمر. في الواقع أن نحن نجتمع في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، وما في شك أن هذا تحدي يؤثر على أمننا الاجتماعي وعلى أمننا الداخلي بشكل عام، ولكن ما أريد أن أقول بأننا نتطلع إلى تعاون الجميع لإدراك خطر هذا التحدي، وأننا بإذن الله من خلال تعاونكم مصممين نجعل من البحرين من البلدان الرائدة في مكافحة المخدرات، وهذا يعتمد على تعاون الجميع. فالفئة المستهدفة هي فئة الشباب، والبلد بحاجة إلى طاقتهم. احنا عندنا قضايا أكبر نحتاج أن نتعامل معها من خلال جبهة فاعلة متعلمة حاضرة، ولذلك احنا بإذن الله واعيين لهذه الخطورة ولاستهداف هذه الفئة. المخدرات من خلال طرقها الغير قانونية تجد طريقها، ولكني آمل أن يكون هذا الطريق طريق مسدود، مسدود بالقناعة بالرفض، وهذه هي مهمتنا. كيف ممكن أن نحصل على هذه القناعة عند الفئة المستهدفة؟ سنحقق ذلك بإذن الله من خلال هذه الجهود. هذا المؤتمر اليوم هو أحد الجهود الرسمية المبذولة، ولكن المهمة أشمل، إنما هي مهمة مستمرة، فإحنا بإذن الله راح نستمر في التعامل معها ونراهن على وعي الشباب وإدراكهم وتعاونهم، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. شكرا يا أخوان. وخلال الاحتفال أكد العميد عبد العزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أنه وللعام الثاني على التوالي نجتمع من أجل بلورة الأفكار حول طرق وأساليب مكافحة هذه الآفة الخطيرة وإعداد الخطط الوطنية التي ترتكز على تقليل عرض المخدرات وخفض الطلب عليها، مع كامل الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل. وأضاف أن يد العون والمساعدة لابد أن تظل ممدودة لكل المتعافين والراغبين في التخلص من تعاطيهم، وأن لا ندخر جهدا لإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم والعناية والرعاية لهم ومتابعتهم للعودة إلى الطريق القويم. وخلال الكلمة التي ألقاها السيد حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، نقل تحيات يوري فيدوتوف نائب الأمين العام للأمم المتحدة
والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منوها إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة للحوار وتبادل الرؤى وتبادل السياسات والاستراتيجيات حول تهديدات ومخاطر آفة المخدرات غير المشروعة، ويناقش سبل الوقاية منها، ويضع من الشركاء ما يعاون الدولة في مواجهة هذا التحدي. واشتمل الاحتفال على عرض فيلم وثائقي استعرض الجهود والإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ أن أطلقها معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تاريخ 25 من يونيو عام 2015. بعدها تم استعراض توصيات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، ومن بينها تسليط الضوء بصفة دائمة ومستمرة على مخاطر وأضرار مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع والأسرة والفرد، ومواصلة تحفيز الشركاء للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه التصدي لمشكلة المخدرات والاهتمام الخاص بدور الأسرة باعتبارها الشريك الأهم والأكثر فاعلية وتأثيرا في التنشئة وحماية الأبناء من مخاطر المخدرات، ومواصلة دعوة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بواجبه الوطني تجاه مجتمعه بالإسهام والمشاركة الفعالة في جهود التصدي للمشكلة، وحث الجهات المعنية بتفعيل الشراكة المجتمعية على دراسة متطلبات واحتياجات كافة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمكينهم من القيام بدورهم. وفي ختام الاحتفال تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر والرعاة والمتحدثين ورؤساء الجلسات وفرق العمل المشاركة والمتميزين من إدارة مكافحة المخدرات، مشيدا بجهودهم في إنجاح المؤتمر ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن. جاء ختام فعاليات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات تجسيدا لما تمثله الشراكة المجتمعية وبرامجها المتميزة من دور أساسي في التصدي لهذه الآفة، ولذلك عكست أوراق العمل المطروحة عددا من الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير آليات التوعية وتحقيق التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف. هناك أضرار جنيوية وهناك أضرار أخروية، وأعظم هذه الأضرار أن الإنسان يفقد قيمته كإنسان حينما يتعاطى المخدرات، ويحصل له ما يحصل من تفكك أسري وتراجع في حياته الاجتماعية وفي حياته الاقتصادية وفي حياته العلمية والعملية. إضافة إلى ذلك الخطر الأخروي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يبين خطورة أن الإنسان يخرج عن صراط الله المستقيم بتعاطيه لهذه المسكرات والمؤثرات العقلية. أنا لما أعلم الطالب دور الأدوار القيادية في المجتمع، لما أعلمه شلون يكون مواطن صالح، أعلمه أنه لا تكون مدمن بهذه الطريقة، ولازم أعلم حتى الأطفال من عمر مبكرة الأنواع الجديدة للمخدرات، لأن إحنا مثل ما قاعدين نشوف في أنواع جديدة من المخدرات قاعدة تطلع حتى ولي الأمر ما يعرفها، يعني وأيضا بعد في دور على الإعلام أنه ينبه ولي الأمر إلى الأنواع الجديدة من المخدرات. كيف تكتشف أن ابنك مدمن؟ قد يكون ما بيننا مدمن، لكن إحنا لأن ما نعرف أعراض الإدمان لأن قاعدة تتغير، لأن أنواع المخدرات قاعدة تتغير، فيمكن أنا ما أكتشف، لكن لو اكتشفت كولية أمر ماذا أعمل؟ زين حتى هني ماذا أعمل؟ في كثير من البرامج الرائدة اللي احنا اليوم سمعناها في المؤتمر لكن مو منتشرة إعلاميا، مو ماخذة حقها، فأعتقد احنا كإعلاميين لازم أن نسلط الضوء على هذا الشيء. الحقيقة هذا المؤتمر من المؤتمرات المتميزة، وهو إضافة حقيقية إلى ما تسعى إلى المؤسسات المجتمعية والمؤسسات الرسمية في مملكة البحرين في الحد أو الخفض من التعاطي والإدمان على المخدرات، وهو حقيقة نموذج للملتقى العلمي الذي يحوي على محاور أو يحتوي على مجموعة من المحاور والفعاليات المعبرة والتي تمثل بشكل
وبآخر الدور الحقيقي للمؤسسات المسؤولة عن الأداء الاجتماعي والأداء الإعلامي، وبالتالي هذا المؤتمر ممكن أن يشكل إضافة نوعية إلى ما ذهبت إلى المملكة البحرين في معالجة قضايا الإدمان أو التعاطي على المخدرات. أهم شيء هو كيف نستطيع أن نقلل، أنا يالس أقول نقلل لأن نقضي على كلية طبعا مهمة مستحيلة، نقلل ولماذا نواجه هذا الشيء. طبعا أساتذة اللي حاضروا يقولون أسرة مسؤولة، مجتمع مسؤول، مدرسة مسؤولة وهكذا. الواقع اللي احنا نريد نصل إليه، احنا نحتاج إن أطفالنا، بناتنا، أولادنا من السن الروضة إن مفاهيم الدين وقدسية الدين والانتفاع الإنسان بمبادئ الدين هو إبقاء الإنسان سليم الفكر، سليم العقل، وسليم المستقبل. النقطة الرئيسية جدا اللي هي تقديم الخدمات بسرية تامة، واليوم ناقشنا أهم الجوانب العلاجية في تقديم الخدمة والجانب الطبي، سواء كانت من إزالة السموم، برامج العلاجية، البرامج التأهيلية والتدريبية، وأهمية إشراك الأسرة في الجانب العلاجي لتحقيق جوانب النجاح ما بعد ذلك. تكلمنا عن نسب عالمية في مجال خاصة مجال التعافي، وهي نقطة رئيسية جدا يجب أن نحن على مستوى دول الخليج الحقيقة ننسق هذا العمل في نسب التعافي وكيفية حساب هذه النسبة. العنوان يعتبر من أهم العناوين الرئيسية في الوقاية من المخدرات، لأن المخدرات هي عبارة عن شراكة مجتمعية، هو عبارة عن دور الأسرة، دور الفرد، ودور جميع المؤسسات الحكومية سواء وزارة الداخلية، وزارة الصحة، مراكز العلاج، مراكز التأهيل. ولذلك هذا المؤتمر يأتي في وقت مناسب ويركز على دور تكاتف جميع المؤسسات الحكومية وكذلك مؤسسات النفع العام لمواجهة والوقاية من المخدرات. ويعد الحضور المتميز لفعاليات المؤتمر خصوصا مع وجود مسؤولين وخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي دليلا على أهمية العمل المشترك للتصدي للمخدرات، وفي وقت أصبح فيه الحديث ضروريا عن أهمية وجود أدوات مبتكرة في مجال العمل التوعوي، وهو أمر كان واضحا خلال مناقشات المؤتمر والذي عقد للعام الثاني وسط آمال بطروحات أكثر تميزا خلال الدورة المقبلة للمؤتمر.